أول بداية نستخلص التراب من مكان طاهر، والتراب هو مخصص لصناعة الفخار عدة أنواع. التراب له تعديل، يتعدل من نوعين، تراب يكون أسود والنوع هو متن يكون متانة، وتراب نوع عبرة يكون تراب ميت يعني فاهي شوية. المعادلة هي نوعين، أولا نفعل بدل ما تفعل تنكتين متن وتنكة فاهي، حرف يقوم الفخار صناعة لم يتأثر عليه حتى وقت الكسر من المعادلة، بعد أن تكون المعادلة متقنة. وإذا كانت التربة تغيرت غير الصناعة فهي غير صالحة للصناعة. التربة بعد أن نقوم بعملية التصنيع نبلل التراب على الماء، مثلا اليوم مدتها 12 ساعة التربة تتبلل على الماء. بعد أن نبللها على الماء نقوم بعملية عج، نعجنها لحتى تقوم متنة لقوم للصناعة. إذا كانت غير جاهزة إلى الصناعة لا تصلح. بعد أن نقوم نعمل بعملية الصناعة احنا نستعمل عملية يد، صناعة يدوية. بعد ان نخلصها اول ما تنتجها تنتج النوع من هنا، اول ما تصنعه من هنا تطلعه لهنا، وبعد تقوم قبل اقل صلحت لها هذه، جهزتها عملت هي خلصت لها ايش القاعدة وهنا جاهزة. احنا لما نخلص نقوم بعملية قشط، تقشطها على حتى تتخفف، وبعد ما تقشطها تقوم تعملية ايش؟ دلاكة، تدلكة، وبعد المدلكة تعمل معنا ايش؟ ملحمة، الملحمة الذي هي ايش؟ تخليها ناعمة داخل. جميع محتويات المطبخ المنزلي، آبائنا كانوا من بداية الأمر كل محتويات المنزل هو من الفخار، لا يعرف المعدن ولا يعرف الحديد، تمام، هو الفخار. أنت المطبخ البيت محتوياته كله محتاج ليش؟ للتنورة أول بداية. التنور تقوم عملية إيش؟ تخبز. ثانيا أنت محتاج للبرمة، البرمة ليش؟ للحمة، هات البرمة رويه التنور، هذه التنور، هذه التنور، التنور هذه تعمل ايش؟ تخبز. التنور ليش؟ لعملية الخبز. ثانيا الصلة، عملية اللحوح. بعد ان هذا طلعنا البرمة، هذه برمة تقوم تطبخ، تفعل لك اللحمة، تفعل لك الطبيخ الذي تشتيه، تفعل لك اللبن، تقليه اللبن فيه. عندك الجمنة يصلح القهوة، يصلح الشاي، يصلح البن. المدرة يعمل بايش؟ طباخة يطبخ فيها، الفتة، السلتة الذي يشتي. وهذه الجمنة للقهوة، هذه جمنة للقهوة، هذا المدل، هذا المدل للماء، هذه محتويات البيت. الماء تأثرني من الحق ولا تأثرت من الحرب، العمل هو مطلوب سواء حرب أو ما حرب هو مطلوب. الناس رجعوا للفخار أكثر، يعني محتويات 70% اللي رجعوا للفخار، 70% اللي رجعوا للفخار. ليش؟ من فوائده، من فوائد الفخار.